37 صفر الذهب المعلق. اي فتجادلنا كثيرا في هذا الموضوع. نعم. فيا ريت يعني لو نسمع منك الحكم النهائي هذا. لا بأس في هذا، لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع. الذهب المحلق هو كأوان الذهب، يشترك في التحريم فيه النساء والرجال، ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير، وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال، مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة. مع أنه لا يوجد نص خاص، هنا موضع الغرابة، لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء، وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه الإنسان، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. فهم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة من، لأنها من صيغ الشمول والعموم، فدخل فيه الرجال والنساء. ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة، وأكثر من هذا الحديث، هذا حديث واحد لكنه صحيح، تحرم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا، قالوا هذه الأحاديث منسوخة. ما الذي نسخها؟ حل لإناثها. هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم، لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام، وإنما العكس هو الصواب، يستثنى الخاص من العام ويبقى العام هو شبه منسوخ، لكن لا كلا وإنما جزءا. مثاله: قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة، من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد، ميتة الحوت السمك والجراد. فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد، كذلك والدم يشمل الكبد والطحال،
لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، ماذا فعلوا بالآية؟ قالوا مخصصة بالحديث. فإذا أردنا أن نوجد معنى الآية قلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحال. فهذا النص القرآني عام، ما نسخ الجزآن مخالفان لعموم النص، وإنما على العكس من ذلك استثني من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص. ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا، وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام، لا يقول العلماء أن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء منه كثير وكثير جدا. مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكر المحرمات في الرضاع كلها، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك، أختك في الرضاع تحل، وهكذا. لكن جاء الحديث الصحيح يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، فماذا فعلوا في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك؟ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي. وهكذا في كثير كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة. هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث حل لإناثها، لما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظ من شرب أو أكل قالوا النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن. فينبغي أن يقال هنا ذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق، لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بالنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، وأما الفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها. عندنا الحديث الثاني وهو أصرح دلالة، لأن هنا سيخفاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر، فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل، نعم وجريه ونحو ذلك، وهذا من هذا القبيل، فيشكل عليهم لا هذا مش مقصود الأناثة وإنما ذكران. يأتي يهدم هذا الفهم المنحرف قوله وأما الفضة فلعبوا بها العبوا بها العبوا بها، يعني كيف شئتم. هذا نص، وهذا ما لا يقول ما لا يقولون بإباحته للرجال. وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يوجد البعض، من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق،
يتصور هم النساء، من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء. الشاهد، لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب، فتخا من ذهب. تتمة الكلام في الشريط التالي. ضخم، فضربها بعصية في يدها، في يده عليه السلام، وقال لها جمرة من نار، وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة، انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة